نحن هنا في وقفة احتجاجية تأتي بالتزامن مع توقف عن التدريس لمدة ساعتين تم تنفيذها هذا اليوم من طرف النقابة المستقلة لسات التعليم الثانوي ابتداء من الساعة 12:00 إلى الساعة 2:00 ظهرا على عموم التراب الوطني وفي كافة المؤسسات الإعدادية والثانوية. وتأتي هذه الوقفة كخطوة أولى في المسار الاحتجاجي الذي أعلنت عنه النقابة قبل يومين في بيانها، و يشمل هذا المسار يتضمن عدة خطوات من بينها وقفة احتجاجية حاشدة ستنظمها النقابة في منتصف العطلة الفصلية المرتقبة، وكذلك إضراب 3 أيام بعد العطلة يبدأ من يوم 23/24 أبريل القادم. وهذا المسار الاحتجاجي أعلنته النقابة بعدما استنفذت كافة الوسائل والسبل مع وزارة التهذيب الوطني من أجل فتح حوار جاد ومسؤول مع النقابة حول عارضتها المطلبية التي أودعتها لدى الوزارة منذ بداية العام الدراسي الجاري، ولم تتلقى حتى الآن أي تجاوب من طرف الوزارة مع العارضة المطلبية للنقابة. ونعرف عن هذا اللي قالوا التعليم عنه فاسد في موريتانيا فساد حقيقي، فاسد في البنى التحتية وفاسد في البرامج وفاسد في التعويضات اللي بدل معاش، هو الراتب يلا عود بدل معاش ويلا من يغير لي موظف في الدولة يغير له إلى الأحسن دائما، بينما نحن هون عندنا الحالة أسوأ اللي وقفوا التقدمات اللي كانت كل سنتين والله ذاك تزيد الأساتذة بشوي، وعقب ذاك عادوا اللي حد علق في التعليم ولو علق غلطا ما يرجع له راتبه، هذا معدلته وزارة المالية من 2015 والسلطات المتعاقبة في وزارة التعليم تمشي رسائل ولا يجيها جواب، وهذا واضح عن رواية معدلة ومبرمجة من أجل عن ذي الفضل اللي هي تقيس جهات نحن بعد ما نعرف شنو هي، وهذا شاكي منه ولأننا قابلين وتنينا، وهذه هبة حقيقة من أجل التغيير، ولا معقول أن تتم الطريقة بهذه الحال. الأساتذة يخلصوا على أساس كفاءاتهم، يخلصوا على أساس تقدماتهم، يعدل لهم شيء يمنعهم من التسكع في المدارس الحرة ويمنعهم من وعاقب ذاك ملي خطة تربوية شاملة لإصلاح التعليم الموريتاني ولإصلاح التعليم الموريتاني كأمة، لأن الطلاب يعانوا والمدرسين يعانوا والإدارات تعاني، وحد أول مرة في التاريخ المدراء عادوا يكتبوا رسائل يعانوا ما كانت تخلق في موريتاني. وهذه الهبة اليوم اللي في نواكشوط كامل وفي الولايات وفي الداخل الدورة عز هذه تعطي فكرة عن الأساتذة ما تلو ساكتين ولا قادرين في فترة انتقالية ولا قادرين في رئيس جديد ولا قادرين في وزيرة جديدة ولا قادرين في شيء، ندوروا حقوقنا.